السلام عليكم. بالتزامن مع انطلاق معركة الحديدة التي تتجه لها أنظار اليمنيين والعالم، تشتعل أيضا معظم جبهات القتال مع الإنقلابيين. في المناطق المحاذية لمحافظتي لحج وتعز، حققت قوات الجيش تقدما عسكريا كبيرا بحسب ناطق الجيش. جبهة البيضاء أيضا تشهد تصعيدا كبيرا وتقدما للجيش الوطني من اتجاه منطقتي نعمان والملاجم بمحافظة البيضاء. جبهة سرواح ونهم والجوف وصعدة أيضا تشهد تقدما للجيش وتكثيفا للضغط على الإنقلابيين. على غير العادة، يتم هذه المرة الضغط على الحوثيين في جميع الجبهات واستنزاف أفرادهم وعتادهم. وبينما يستنفر الحوثي ميليشياته إلى الحديدة، يجد صعوبة في تعزيز الجبهات الأخرى، ما يجعل تقدم الجيش فيها أسهل من ذي قبل. ومن وسط هذا المشهد العسكري والسياسي الذي بدا حازما مؤخرا، يتساءل يمنيون: هل تم اتخاذ قرار الحسم العسكري والقضاء على الانقلاب فعلا؟ أم أن هذه الجهود فقط لتحرير محافظة الحديدة؟ هل تشهد الأيام القليلة القادمة تغيرا في الخارطة العسكرية التي أحاطها الجمود من شهور طويلة؟ وأخيرا، أين الرئيس ووزارة الدفاع وهيئة الأركان من المشهد العسكري الحالي في الحديدة وغيرها؟ هل هي صاحبة الحل والعقد أم أنها مظلة لتحقيق أهداف الآخرين؟ مشاهدينا الكرام، هذه الأسئلة وغيرها ستكون معنا في حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. نذهب بداية لمشاهدة هذا التقرير ونعود بعده للنقاش. تتركز أعين اليمنيين والعالم هذه الأيام على الحديدة، حيث المواجهات المشتعلة والمعركة المستحقة. لكن وبالتزامن مع ذلك، هنالك تصعيد عسكري يقوده الجيش الوطني في معظم الجبهات مع الانقلابيين. في محافظة لاحج، قال مصدر عسكري إن قوات الجيش تقدمت شرقي مديرية القبيطة وتمكنت من تحرير مناطق العنين وجبل موجر ومناطق صبيح، والتحمت بجبهة العمالقة في سوق الخميس. في شمال المحافظة، قال المركز الإعلامي للقوات المسلحة إن قوات المنطقة العسكرية الرابعة شنت هجوما عنيفا ضد ميليشيا الحوثي وتمكنت من تحرير عدد من المواقع في جبهة طور الباحة. كما شهدت جبهة الشريجة مواجهات عنيفة تمكن خلالها الجيش من تحرير جميع مرتفعات القناص والسحي المطلة على الخط الرابط بين الشريجة شمالي لاحج والراهدة جنوبي تعز. أما في البيضاء، الجبهة المشتعلة دائما، فقد أطلق الجيش هناك عملية عسكرية واسعة تمكن خلالها من السيطرة على عقبة القنذع الاستراتيجية وجبل الأشعر التابع لمديرية الملاجم وأجزاء من مديرية نعمان. كما أعلن الجيش عن أسر 30 عنصرا من ميليشيا الحوثي. صعدة هي الأخرى تشهد معارك مستمرة تقدم خلالها الجيش في جبهة الملاحيظ وجبهة رازح بالتزامن مع عملية كبيرة لنزع الألغام. إذن تقدم عسكري في جبهات عديدة بالإضافة إلى جبهات نهم وصرواح والجوف. لكن السؤال الذي يتساءله كثير من اليمنيين: لماذا لا يتم دعم الجبهات بمعدات عسكرية مثل ما يحدث في الحديدة؟ وهل هي معركة متكاملة للقضاء على الانقلاب أم لعزله عن الشريط الساحلي فقط؟ مراقبون يقولون إن ميليشيا الحوثي تشهد أضعف مراحلها عسكريا، تستميت في الحديدة وتحشد لها من بقية الجبهات، وهذا ما يجعل من خطة التضييق عليها أسهل من أي وقت مضى. فهل اتخذ التحالف قرار حسم المعركة في كامل الجغرافيا اليمنية، أم أن التصعيد القائم يهدف لتحرير محافظة الحديدة فقط؟ مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة سيكون معنا عبر الأقمار الاصطناعية العميد محمد جسار، مستشار رئيس هيئة الأركان من مأرب، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير سيادة العميد محمد. هل تسمعني سيادة العميد؟ أهلا يا مرحبا، مساء الخير والعافية. يبدو أن الصوت يتأخر قليلا. إذن سيادة العميد، عودة المواجهات إلى عدد من الجبهات كتعز ولحج وصعدة والجوف وتعز ونهم والبيضاء أيضا، ما تقييمك لهذا التصعيد على المستوى العسكري؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين. هذا التصعيد يأتي من خلال خطة موضوعة على المستوى الاستراتيجي من قيادة التحالف والشرعية، أيضا قيادة العسكرية للشرعية ممثلة بوزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان.
هذا لا يعتبر مجرد تصعيد، ولكن هي خطة مرسومة ومتفق عليها لتنفيذ هذه الأهداف الاستراتيجية، والتي تم اختيارها بدقة ودراسة متقنة تماما من كافة الجهات المختصة والمعنية في قيادة العمل العسكري في مختلف مسرح الأعمال القتالية، سواء في صعدة أو في أطراف حجة أو في الحديدة أو في تعز أو في البيضة أو في الجوف، وأيضا بأطراف صنعاء باتجاه نهم أرحب. نعم، هل لكل هذه التحركات أو يعني دلالة معينة، دلالة التوقيت برأيك، هل لها علاقة بمعركة الحديدة؟ نعم، أعيد السؤال لأن الصوت غير واضح عندنا بالاستديو. نعم، إذا ما دلالة التوقيت سيادة العميد؟ يعني لما تحركت كل هذه الجبهات في هذه اللحظة؟ هل لهذا الأمر علاقة بمعركة الحديدة؟ الأمر ليس له علاقة فقط في مهمة الحديدة أو معركة ما تسميها بمعركة الحديدة. الأمر معني بالهدف العام الموضوع من ما بعد من يوم 26 مارس 2015. هذا هو المعني بالأساس، وهو استعادة الشرعية والقضاء على الانقلاب. لكنك يعني ولكن نعم. من الناحية العسكرية تفضل. نعم، لكن من الناحية العسكرية أيضا دائما ما يخطط العسكريين والقادة ليوضعوا أكثر من خطة وأكثر من اتجاه وأكثر من هدف، بهدف تشتيت جهود العدو وأيضا إرباكه وأيضا عدم قدرته على شن عملية هجومية أو العمل على التشبث والسيطرة على بعض المواقع بقدرة عالية من الجانب العسكري والجانب اللوجستي والجانب أيضا التخطيط العملياتي. أكيد هو من الناحية الثانوية وليس الرئيسية، هو تشتيت جهود هذا العدو بحيث توجيه الضربة الرئيسية والكاملة والحاسمة باتجاه معين. والهدف الأساسي الآن من هذه الجهود في هذه الأيام بالذات هو أيضا تحقيق هدف استراتيجي هام، وهي الحديدة التي تمثل هذا الهدف الاستراتيجي والحيوي والاقتصادي والسياسي في بمعناها العام والكامل. في هذه الحالة يسهل جدا على قوات الشرعية وعلى التحالف بكل مقوماته، سواء الطيران بمختلف أنواعه السامتي والمقاتل وأيضا القوات البحرية بمختلف قطاعها، من أي تركيز الجهود الرئيسة عسكريا من تمكين الضربة المناسبة والدقيقة من أجل تحقيق انتصار بأقل التكاليف وبأقل الخسائر، سواء على المستوى البشري أو على المستوى المادي واللوجستي. إذن ما وسؤالكم هو وجيه جدا. نعم. إذن نود أن نعرف أيضا ما حجم تأثير كل هذا الضغط العسكري على الميليشيا؟ هذا الضغط يأتي من خلال التطور الكبير وأيضا والتغيير أو ربما التدرج في القرارات الاستراتيجية، سواء على مستوى التحالف وعلى مستوى قيادة الشرعية، وهو كيفية اختيار الأهداف، أهم الأهداف الاستراتيجية من أجل تحقيق الانتصار، وأيضا بأقل كما سبق بأقل التكلفة وبأقل الخسائر، أيضا مش على وليس على مستوى الجانب العسكري على جانب من خلال قواتنا ومن خلال إمكاناتنا، ولكن على أساس أيضا
الحرص على المدنيين، على أبناء الحديدة وعلى ممتلكاتهم وعلى البنية التحتية. وأنا أؤكد يعني للجميع، للمشاهدين، للمستمعين، بأن حسم الحديدة سيكون يعني هو أقل فترة زمنية من الحسم في عدن ومن الحسم في لحج وفي العند وفي كل المناطق التي تم السيطرة عليها ولم يعترف إلى الآن العدو بالسيطرة عليها والتشبث فيها من قبل الشرعية. ولوجود خطة ولوجود إمكانات وتكنولوجيا حديثة رفيعة المستوى من حيث الإعداد ومن حيث التمكين على الأرض لاستعادة الميناء كما تم استعادة المطار، والحديدة تتمثل سقوطها تماما بيد الشرعية وهو بالسيطرة على الميناء والسيطرة على المطار درجة أساسية. وفي هذه الحالة تبقى المعركة ما تبقى من أجزاء في المدينة هي معركة مرحلية ولا تمثل بالأهمية الأولى في معركة المطار ومعركة الميناء القادمة في وقت زمني قصير. نعم. ولن يطول. نعم. إذن اسمح لنا سيادة العميد أن ينضم معنا المقدم صالح القطيبي، وهو نائب مدير المركز الإعلامي للقوات المسلحة، عبر الهاتف من مأرب. مساء الخير سيادة المقدم. مساء النور. أهلا بك معنا، ونود أن نعرف أين تتركز أبرز المواجهات العسكرية الآن. نعم، شهدت الساعات الماضية معارك عنيفة في جبهة الملاحظ مديرية الظاهر بمحافظة صعبة، حيث تمكن أبطال الجيش الوطني من تحرير عدد من المواقع والتباب المقابل جبل الدرشعي الذي تم تحريره قبل يومين. ووصلتنا معلومات مؤكدة من مصادر عسكرية قبل ساعات بأن هناك معارك عنيفة أيضا اندلعت في جبهة راجح، وتم بعد أن تم اليوم تمشيط الجيوب اللي كانت متواجدة في جبال تويلت والقيضة وقرية المسيلة، وتأمين الخط الدولي الرابط بين راجح والمملكة العربية السعودية بمشاركة طيران التحالف الذي كان له الأثر الإيجابي على الأرض وعلى سير المعركة. وبالتالي المعارك مندلعه في اكثر من جبهه، وهناك ايضا الجبهات مشتعله في جبهه التي في محافظه لحج، في جبهه القبيطه وفي مدينه الشريده، حيث المعارك على اشدها حتى هذه اللحظه. وما راينا ان هناك تزامن، وهذا التزامن للمعارك في كل الجبهات يتم التخطيط له من قبل القياده السياسيه والعسكريه، ويجري وفق خطط معدة ومدروسة. وما يتم من ما لاحظناه وما تم من انتصارات حققها أبطال الجيش خلال الأيام الماضية إلا دليل على أن الخطط تنفذ من قبل أبطال الجيش الوطني بكل بسالة وخطية وصمود. نعم. إذن ما حجم التقدم العسكري الذي تحرزه أو يحرزه الجيش الوطني والتحالف في هذه الجبهات المشتعلة؟ إذا ما قورن الانتصار في كل الجبهات التي نلاحظها بداخل البيضاء والجوف وكل محاور صعبة، جبهات صعبة المندلعة الخمس، وفي جبهة الساحل وفي منطقة البر في غرب تعز، هذه كلها نجد أن هناك اندلاع وتناغم بين هذه الجبهات، والميليشيات هي من تكسر على الأرض. تم قبل عصر اليوم أيضا تحرير عدد من المرتفعات المطلة على وادي ريسان بمنطقة البر غربي تعز، وأكدت أن القوات التي انطلقت صباح اليوم من مفرق الوازعية تهدف إلى قطع الخط ضابط الميليشيات في الجراحي والمر في مديرة مقبنة. هذه الانتصارات إذا ما رأيناها بأن الميليشيات تتكبد على مدار الساعة، ولا نقول على مدار اليوم بل على مدار الساعة، هناك تكسر
هزيمة تتلقاها على الأرض تكسر من عتادها وعدتها، حيث هناك عشرات القتلى وهناك عدد من الأسرى، وهناك يتم تدمير آليات واستعادة أسلحة كانت تعزت هذه الميليشيات. وهذا مما ينبئ ويبشر بأن المقادمة الأيام أن الميليشيات في حالة ضمك وفي تحتضر في ساعات الأخيرة، وأبطال الجيش هم الرهان الذي يؤمن عليهم الشعب المسكين في المناطق التي تحت سيطرة الميليشيات، ويشربون الوصول أبطال الجيش الوطني. ونقول عبر منبر قناة بلقيس بأن هؤلاء الأبطال الذين يسطرون أروع البطولة والتضحية والبسالة في عموم مختلف الجبهات ويرافقون في خط التماس الأولى في هذه اللحظة على امتداد أرض الوطن الطائر، هم من سيستعيدون مؤسسات الوطن ويستعيدون دولته من ميليشيات الحوثي الانقلابية. نعم، إذا هناك أيضا يعني معلومات ترد إلينا بأن هناك أيضا تطورات ميدانية في تعز والبيضاء خلال الأيام الماضية، ما هي معطياتكم حول ذلك؟ نعم، العملية التي انطلقت في محافظة البيضاء معركة فاصلة، وإذا ما رأينا ومن يرى ما تم تحقيقه وما تم تحريره من مواقع ومن أراضي تمتد لأكثر من 6 إلى 5 كيلوات، عبارة عن أرض وعورة تضاريس شديدة كانت الميليشيات تتحصن بها، زرعت كميات هائلة من الألغام الخشبية التي لا تستطيع الفرق الهندسية انتزاعها، لكن ببسالة أبطال الجيش الوطني تم التقدم لهذه الجبهات، ما يعني يبشر بأن انطلاقها معركة كمعركة البيضاء في وقت واحد وفي توقيت واحد ومن محورين والوصول إلى منطقة شعاب طبحة ومنطقة الجريبات، يبشر بأن هذه الميليشيات منهارة، وأن ما سنسمعه في قادم الأيام سيبشر بأن هناك أكثر من جبهة ستندلع، وهذا ما يجري الإعداد والترتيب له على مستوى كامل في الجبهات. والشيء الباكد أنه أن نقول بأن هذه المعركة المعارك الخاطفة التي يقوم بها أبطال الجيش الوطني والمباغتة أيضا للميليشيات في أكثر من جبهة يتم إعدادها من قبل خطط وقادة عسكريين متواجدين في الميدان، ونرى أثرها الإيجابي بأقل خسارة تذكر. نعم، وأقول بأن أبطال الجيش الوطني إذا ما قارنا ورأينا خسائرهم جثثهم في مناطق في عقبة القندر ونعمان والملاجم وأشعاب طبحة بالعشرات ما زالت مرمية إلى هذه اللحظة التي يتكلم فيها، لكن خسائر الجيش الوطني يعدونها الأصابع. هناك أكثر من 73 أسير في عملية البيضاء، تدمير أكثر من 12 طقم عسكري تابع للميليشيات، تدمير 4 عربات وتدمير دبابة، هذه كلها خسائر تتلقاها الميليشيات على مستوى اندلاع جبهة واحدة. فإذا ما اشتعلت كل هذه الجبهات في وقت واحد في الجوف وفي نهم وفي صرواح وفي البيضاء وفي تعز وفي الساحل وفي محاور صعبة الخمسة، فإن هذه الميليشيات ستنهار، والجيش الوطني يشرئبون من خلال ما نراه ونقابل معهم في الجبهات، يستبشرون ويسمعون ويترقبون اندلاع المعركة الفاصلة التي ستكون ضد الميليشيات وفي أكثر من جبهة قريبا بإذن الله. نعم، إذا اسمح لي أن أسألك سيادة المقدم، يعني هو سؤال يراود الجميع، ما السر الذي جعل كل هذه الجبهات تشتعل في هذا التوقيت؟ يعني إلى اليوم الانقلاب مر عليه 3 سنوات، ظلت خلالها معظم الجبهات تعيش مرحلة سكون دون أي تقدم عسكري أو أي مواجهات، هل لديك تفسير؟ نعم، بعد أن تم إعداد جيش وطني طيلة 3 سنوات، جيش مدرب، جيش عليه الأمل ويحمل على كاهله استعادة الوطن وإعادة مؤسساته، بدأت هذه الجبهات تشتعل في أكثر من جبهة، وما كنا نلاحظه في الأشهر الماضية بأن المعارك تندلع في جبهة واحدة، ونظل نرقب هذه الجبهة إلى أن يتحقق انتصار أو ونستمر يومين أو 3 وتندلع معركة في جبهة أخرى. لكن الآن بعد أن تم إعداد جيش مكتمل، أقول كانت المنطقة العسكرية 7 أكثر لواءين قبل 2 عامين، والآن يوجد في المنطقة العسكرية أكثر من 13 لواء، وفي المنطقة 6 مثلا، وفي المنطقة 5، وفي المنطقة 4، بناء جيش وطني مدرب مؤهل لديه القدرة. بعد أن تم إعداد هذا الجيش الذي يخوض المعركة بكل بسالة وشجاعة، رأينا النتائج ملموسة على الأرض، ولا أستبعد أن أقول بأنه هناك أكثر من جبهات سنسمعها قريبا تندلع، وفي وقت وهو بالتزامن مع في وقت واحد،
وهذا يلحق أن الميليشيات تعيش ومنهارة، أقول منهارة بما تعنيه الكلمة، وهذا ما نراه من خلال الانتصارات التي تتحقق على الأرض. وأقول بأنه لا يوجد أي موقع أو أي جبل أو أي تبة أو أي مكان تم تحريره من قبل أبطال الجيش، واستطاعت الميليشيات استعادته. وأنا أراهن على كلامي هذا، رأينا في جبهة نهم، في جبهة الجوف، في جبهة ورصابة، الميليشيات هي من تخسر وهي في حالة تقهقر وتمنى على مدار الساعة بخسائر لم تكن تتوقعها في الحسبان. فالنصر قريب والأبطال يسطرون أروع التضحية والبسالة في أكثر من جبهة، وقادم الأيام سينبئ بخير. إذن شكرا لك ولهم سيادة المقدم صالح القطيبي نائب مدير المركز الإعلامي للقوات المسلحة، كنت معنا من مأرب عبر الهاتف. وأعود إليك عميد محمد جسار. عميد محمد، يعني أمام هذه الأحداث المتسارعة ميدانيا، ما توقعاتك؟ هل يعني ممكن أن تذهب البلاد نحو مسار عسكري لاستعادة الدولة أم مسار سياسي؟ أولا العميد الركن محمد جسار مستشار رئيس الأركان للشؤون العسكرية، يعني لكم للآن أكثر من عامين وأنتم لم تأدوا تعرفوا الصفة الأساسية. عموما أجيب على سؤالكم. تفضل. التوجه هذه الفترة الحالية هي توجه على المستوى المحلي وعلى المستوى الإقليمي ممثل بقيادة التحالف، وهو الوصول إلى تحقيق الهدف العام وهو استعادة الشرعية والقضاء على فلول الانقلاب وتحرير مؤسسات الدولة من هذه الميليشيات، وهو هذا السير نحو تحقيق هذا الهدف العام والأساسي. الموضوع ليس موضوع مجرد يعني نشاط فترة معينة ويعود الهدوء ويعود الترهل، لا، هذا ما نخشى، يعني هذا ما يحدث أحيانا. سير المعركة، لا أنا سؤالك الآن يعني هل الأمور تتجه نحو تحقيق هدف معين؟ نعم. هل تتجه نحو الحسم؟ أليس كذلك؟ نعم. إذن أنا أوافقك الرأي على أن الأمور تتجه نحو الحسم النهائي، ولكن يتطلب هذا الحسم النهائي معطيات قبل الحسم، وقد تم اختيار أهداف استراتيجية، تم اختيار أهداف استراتيجية وتتمثل من وجهة نظري وعلى الواقع أربع أهداف، وهو تحرير صعدة والبيضة وتعز والحديدة وأطراف من حجة. كل هذه المعطيات أساسية وهي أهداف استراتيجية تخدم الهدف الاستراتيجي العام الذي يتمثل بسقوط صنعاء، بل بسقوط الانقلاب واستعادة الشرعية. أقول هذا الكلام وأنا مسؤول، ولن تتراجع هذا لن يتراجع حتى لو حدثت ضغوط سياسية، نعم، خطوة واحدة للوراء. نعم، كان يحدث هناك تقدمات عسكرية وتتوقف وحين نتساءل، اسمح لي، وحين نتساءل يقال بأن هناك قرار سياسي يمنعنا، هل يمكن أن يتدخل قرار سياسي هذه المرة أيضا؟ لأنه القرارات التدخلات والقرارات يعني مضت عليها أكثر من 3 سنوات ونصف. نعم. والتدخلات كانت موجودة فعلا، سواء في المعركة في تعز أو المعركة في صعدة والمعركة في أطراف الحديدة وحجة، وكان في هناك تدخلات فعلا. يعني حتى أيضا عودة القوات الشرعية في يوم 6/2016 بقيادة الركن هاشم الأحمر
وعبد الله أبو حاتم وصالح المقدشي بقيادة اللواء الركن محمد المقدشي عادت من مسور، وقد كانت في مسور وما بين ما تفصلها ما بين مسور ونقيل بن غيلان إلا 12 كيلو متر، والتوجيهات صدرت بالعودة إلى الفرضة على أساس الحل يكون سياسي وعبر مؤتمر الكويت، والأمثلة كثيرة. ولكن أقول أن هذه الفترة بعد أن أعطيت الفرصة الكاملة لهذه الحركة من أجل الحوار ومن أجل الحل السلمي، وهي ترفض كل المبادرات وترفض كل إجراءات عملية يعني نحو السلم في وقت، والشرعية توافق على كل مبادرة، توافق على كل مقترح، أو آخر مقترح كان مقترح الكويت. وأيضا ما يخص الحديدة يعني ثلاث مقترحات وثلاث إجراءات أممية للحركة هذا عبر المندوب السابق وعبر المندوب الحالي على أساس جنب الحديدة، وأن تدار هذا الميناء يعني تحت إدارة أممية، ولكنهم رفضوا حتى اللحظة الأخيرة. وبالأخير وضع الجميع أمام أمر واقع، سواء قوات الشرعية أو قوات التحالف، وحتى أيضا الأمم المتحدة والدول الثمانية عشرة الراعية للعملية السياسية في اليمن، أنه لا خيار إلا بالحسم العسكري، وإن شاء الله سيكون حسم سريع ولن يتضرر فيه أبناء الحديدة وسكان الحديدة. الخطة دقيقة ومتقنة جدا وسيشاهدها الجميع. نعم، إذن اسمح لنا أن نذهب أنت أستاذ المشاهدين لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك عميد محمد جسار. وقبل أن أعود إليك دعنا يعني نشرك معنا في هذا الحوار اللواء الركن محمد القبيبان الخبير العسكري والاستراتيجي من الرياض. مساء الخير سيادة اللواء. يا أهلا وسهلا أختي آسيا، مساء الخير عليك وشهد مساء النور. أهلا بك الكريم. أهلا بك. وهناك تطورات عسكرية في أكثر من جبهة وتحركات سياسية أيضا يقوم بها المبعوث الأممي في المشهد اليمني. لو بدأنا بالحديث عن التصعيد العسكري الراهن ومدى تقدم الجيش الوطني والمقاومة أيضا في أكثر من جبهة، كيف تقرأ هذا التصعيد وفي هذا التوقيت؟ في الحقيقة أنا أعتقد أنه مرتبط ارتباط يعني خلينا نقول نوع جزئي بما يحدث في الحديدة. نعم، لأنه للأمانة بتقييم العمليات العسكرية خارج لنفرض المنطقة الساخنة، سواء كانت صعدة وتنظر إلى جزء آخر تجد أن الرتابة في العمل العسكري تكون حاضرة للأسف. ولكن عندما يعني بدأت عمليات تحرير الحديدة ونجحت قوات التحالف مع المقاومة التهامية والجيش الوطني وإلى آخره في تحرير المطار والبدء بعمليات عسكرية مرتبة، أعتقد أنه القادة العسكريين الآخرين ارتأوا بالقيام بعمليات مماثلة، وهي ليست فقط لتخطيط عسكري، لا أنا ما أعتقد، لأنه إحنا رأينا خلال الثلاث سنوات وتقييمنا العسكري واضح بأنه بعض الجبهات
للأسف تهدأ والجبهات الأخرى تتحرك. فبصورة عامة عمليات العسكرية والعمليات العسكرية في الحديدة كان لها أثرها الإيجابي على البيضة، على صعدة، على بعض المناطق الأخرى الساخنة، وكان لها إيجابيات فيما يخص أنه يعني هنالك رغبة، أصبح وجود رغبة حقيقية عند القادة الميدانيين. أنا أتكلم هنا على القادة وليس المقاتلين، المقاتلين يعني يفعلون ما يؤمرون به، ولكن أعتقد أنه عند القادة المقاتلين بدأت هنالك رغبة حقيقية في التناغم مع ما يحدث في الحديدة، وقرأوا بأنه لنذهب مضيا ونرى الحوثي. برضه هنالك يعني خلينا نقول إخفاق، وهنالك خسائر، وهنالك روح انهزامية وواضحة من خطاب عبد الملك الحوثي قبل كم يوم وهو يحاول يشحت همم مقاتلي، وخاصة عند ميناء الحديدة أو في محافظة الحديدة. الواضح من وجه الرجل بأن هنالك خوف ورعب، وهذا ما كان له أثره الإيجابي على القادة الميدانيين. وفعلا ولله الحمد رأينا ماذا حدث في الحديدة وما يحدث حاليا في صعدة من عمليات عسكرية لها دورها الإيجابي، وأتمنى أن تستمر وأرجو أن لا تتوقف، وأرجو أن يكون هنالك تقدم ملموس. والغرض من تقدم ملموس بأن يكون هنالك استعادة المناطق هامة استراتيجية، لأن الوضع الآن أعتقد بيد القادة الميدانيين وليس المقاتل. نعم، إذن يعني هل يمكن أن تشكل هذه الجبهات المفتوحة في أكثر من مكان ضغطا عسكريا للميليشيا يدفعه للتقهقر؟ ميدانيا نعم، وهذا ما راح يكون دور أو أثر إيجابي فيما يخص العمل السياسي. نعم، لأنه كان حط ثقله كله في الحديدة، وكان يعتقد بأنه لن تستطيع قوات التحالف نظرا للظروف الحالية الصعبة، ونظرا يعني الموقف السياسي عامة، ونظرا للتحديات التي واجهها التحالف فيما يخص يعني المجتمع الدولي والمدنيين والحالة البائسة التي وصلت لها الأوضاع الإنسانية في اليمن من جراء يعني هذه العمليات العسكرية التي يقوم بها الحوثي بالقتل وبنهب فيما يخص يعني أخذ المقدرات والمكتسبات التي تصل إلى البلد، أكيد حيكون لها أثرها الإيجابي فيما يخص أنه العمليات العسكرية تستمر، وهذا ما أرغب أنا. وفي نفس الوقت حاجة مهمة يجب أن نتحدث عنها، باعتقادي أنه عمليات الحديدة كان لها دورها الإيجابي في العمليات العسكرية، لأنه للأمانة وضعت القيادات والآن دعمت القيادات وطلب منها إنتاجية في العمل، وطلب منها عمل عسكري محترف. هذه الأعمال العسكرية التي هي شد وجذب وتكسب بالنهار وتخسر الموقع بالليل لا يجب أن تحدث في الحديدة، خاصة في الحديدة، نظرا لأن العالم أجمع أعتقد تحدث بتقارير، وخاصة يعني نقول بريطانيا وأمريكا تتحدث بالشماعة المتعارف عليها أن المدنيين سوف يتضررون وإلى آخره. لذلك نتمنى أن يكون لها دورها أو أثرها الإيجابي على العمليات العسكرية. أيضا يعني حاجة أخرى وللأسف أتكلم عنها، رأينا أنه يعني راح دور وزير الخارجية فيما يخص التحركات السياسية ومحاولة لإثارة القضية حتى ولو كان مكرر، لأنهم يعني معروف نحن أصحاب قضية، لدينا جماعة مدعومة من إيران، لدينا جماعة تريد أن تشق الصف العربي، لدينا جماعة تريد أن تستغل الحالة الاقتصادية والفوضوية مما حصل سابقا في اليمن، وتريد أن يعني تمد نفوذها في المنطقة. لذلك برضو هنالك قصور نوعا ما في الوضع الاقتصادي، عفوا في الوضع السياسي. وأنا من هنا أحيي الدكتور خالد اليماني وأتمنى له التوفيق، رجل كان يعمل ليل نهار، أتمنى أن يجد الدعم الكافي من فخامة الرئيس، من زملاء الوزراء، كذلك نريد من المبعوث الأممي
بأن يكون إذا لم يكن في مستوى الدكتور خالد يكون أفضل. هذه أستاذة آسيا لها دور كبير في العمليات، والآن اتضح للعالم أجمع أنه فعلا هنالك دول تريد أن تستغل اليمن بوضعه الحالي لتقود المنطقة إلى ما هي فيه. وليس لأن اليمن منطقة رخوة، لا، اليمن منطقة يعني قد يكون فيها المشاكل تشتعل أكثر نظرا للوضع الاقتصادي السابق والوضع السياسي السابق، وهذا ما نتمناه. يعني أن هل يمكن الوضع العسكري مع الوضع السياسي في ظل هذه الأحداث الحالية الأيام هذه؟ نعم، هل يمكن أن نفهم من كلامك أن يعني المسار السياسي والدبلوماسي أيضا لم يعد مجدي في هذا الوضع؟ يعني المسألة تتجه فعليا للحسم العسكري؟ بعض المناطق أي نعم أجاوبك فيها، وخاصة وأنا من الناس اللي دائما أتحدث عن عندما نمتلك الساحل الغربي هنا نستطيع أن نتحدث سياسيا. قبل أن يحرر الساحل الغربي العمل السياسي من غير جدوى، والهدف من الكلام اللي أقوله أنه يكون هنالك استفادة من المقدرات والإنجازات العسكرية حتى تؤثر على العمل السياسي. فما دام أنه منطقة الساحل لم تحرر بالكامل، أعتقد أنه لازلنا نرغب بالقيام بالعمل العسكري حتى يؤثر على العمل السياسي، وهذا أيضا كذلك حيكون له أثر الإيجابي فيما يخص نتكلم على تهريب الأسلحة، نتكلم على سرقة المواد الغذائية، نتكلم على ارتفاع الحالة المعيشية في كافة المحافظات والمدن اليمنية، لأنك تتحكم في المنفذ الوحيد، وهو ليس المنفذ الوحيد، هنالك منافذ ولكن ليست بالقوة نفسها التي هي كما هو ميناء الحديدة. فإجابة على سؤال حضرتك، الحسم العسكري برأيي الشخصي عندما يتم استعادة المدن الساحلية والسيطرة على المنافذ البرية والبحرية والجوية، هنالك نستطيع أن نتحدث على عمل سياسي. ولكن بظل هذه خلينا نقول عدم التوازن فيما يخص العمليات العسكرية والهدوء في بعض الجبهات والرتابة في بعض الجبهات، اسمحي لي يعني أخرج عن الموضوع نهم، ماذا حدث في نهم؟ يعني نهم سنة كاملة ونحن نتحدث عن 10 كيلو متر بني حشيش إلى أرحب، إلى يعني هذا شيء غير مقبول، وليس المقاتلين. أرجو أن يفهمني المشاهد الكريم، لا يوجد لدينا في المقاتلين شرسين في اليمن، مقاتلين أصحاب قضية، مقاتلين يريدون أن يعود اليمن إلى الحاضنة العربية ولا يتدخل في اليمن أي كائن من كان. ولكن ما رأيت أنا أن هنالك في اختلاف فيما يخص الرؤى ما بين القيادات العسكرية والسياسية للأمان، هي ليس اختلاف قيادات عسكرية لأنه قيادة القوات المشتركة موجودة، ولكن رأينا قائد القوات المشتركة سمو الفريق فهد يذهب إلى القبائل ويحاول أن يلم شم القبائل، هذه يعني هو اضطر لعمل هذا الشيء، وأنا أقول ليس من تخصصه، ولكن الرجل اضطر لكي على الأقل يرتب البيت الداخلي للذهاب أبعد ومواجهة هذه الجماعات الميليشاوية. فبصورة عامة العمل العسكري حيكون له تأثير على العمل السياسي، ليس العكس، الجلوس مع المبعوث الأممي أو حتى الخطابات التي نسمعها لا، هي تستمر، لكن ما دام لم يحصل هناك أو لم يكن هناك إنجاز عسكري قاسي، أعتقد أنه سنبقى في هذا الوضع الذي يعني لا يخدم العملية برمتها وعودة اليمن إلى حاضنة العربية. إذن شكرا جزيلا لك اللواء الركن محمد القبيبان الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك سيادة العميد محمد. سيادة العميد، يعني بهذا الشكل الذي يعني والتطورات التي تحدث أيضا، هل يمكن الحديث عن يعني المعادلة العسكرية الآن تترجح لصالح الجيش الوطني ومشروع استعادة الدولة رغم كل التحديات؟ أكيد الأمور واضحة تماما على الجميع، وبما في ذلك قناة بلقيس. المعادلة
أصبحت في كل مسرح الأعمال القتالية وفي كل الجبهات أصبحت المعادلة بصالح الشرعية وبحجم كبير جدا ومؤثر، وهذا ما يزيدنا ثقة كبيرة بالتوجه نحو تحقيق الهدف العام والمتمثل في الحسم. فما يصير في الحديدة المعادلة بصالح في المعركة وعلى مستوى الميدان بصالح الشرعية وفي تعز وفي الجوف وفي صعدة، وأيضا تحركات نشطة جدا أصبحت باتجاه نه وموضوع نه. أنا قد أختلف مع الأخ القبيبان الذي يسمي بالفتور والذي يسمي لأنه نه ما هي محو أحد المحاور باتجاه صنعاء، والذي يجب وأنا أقوله وأنا خبير عسكري استراتيجي متخصص وعارف، لا يمكن أن تنشط النشاط الكامل من اتجاهنا اللي هو المحور الشرقي باتجاه صنعاء ما لم تكن الجبهات قد التقت من جهة الغرب، من غرب صنعاء ومن جنوب صنعاء ومن شمال صنعاء، وإلا فهذه الوحدات ستلقى إلى التهلكة، لأن العدو سيوجه كل مجهوده القتالي الرئيسي على المستوى البشري واللوجستي وكل إمكانيات القتال باتجاه هذا الجهد ولن يفلح. ولكن المعركة مستمرة، وأقول نهم بالذات مواجهتها 75 كيلو، هذا مواجهة وعمق أكثر من 60 كيلو، وكل سلسلة جبلية تمتد أكثر من 15 إلى 20 كيلو، سلسلة جبلية لو يمر المرء بنفسه فقط بدون قتال بدون مجرد سير المشاة لا أحتاج إلى أيام. فأنا لا أقلل ولا أريد أن أدافع عن هذا الجبهة، ولكن هل هذا يجيبنا عن صعب، وأيضا من الناحية العسكرية لا يجب أن تقترب هذه الجبهة من أطراف صنعاء، أي بني حشيش الحتارش للكلية لا مطار صنعاء الدولي إلى الصمع، ما لم تكن قد وصلت جبهة البيضاء وجبهة الذمار يعني لقيل يسلح، ما لم تصل الجبهة باتجاه الغرب، ما لم تصل يعني إلى مناخة إلى حراز وإلى الحيم الخارجي والداخلية، ما لم تكن في الشمال قد وصلت جبهة الصعدة وعمران والجوف، ما لم تكن قد وصلت الأزرقين يعني نقطة الأزرقين. وفي هذا الحالة يجب أن ندفع جبهتنا نهم بكل إمكاناتها القتالية من أجل تطويق صنعاء والعمل على إسقاط الإنقلاب. نعم، يعني هل حديثك هذا يمكن؟ هذه هي مهمتنا، وهذه هي استراتيجية المعركة. هل يمكن بحديثك هذا أن نفهم يعني أو نجيب على تساؤل إطالة يعني طول معركة نهم وكذلك ملاحظات العميد القبيبان اللي وروك؟ يعني أقول إنه هذه هي المبررات لهذه الجبهة، أنا هي منطقية وهي أيضا مبررات عسكرية بحتة، ولا يعني ذلك إن إحنا نعفيهم من أي قصور من أي خطأ، تمام. ولكن أنا أقول على المستوى الاستراتيجي من الهدف المعركة أنه لا يمكن بأي حالة من الأحوال أن ندفع بجبهتنا والتي تمتلك أكثر من 14 لواء إلى حافة صنعاء إلى هذا الاتجاه وإلى هذا السقف، ما لم تكن الجبهة ملتقية من كل الاتجاهات لمحاصرة صنعاء والوصول لإسقاط الإنقلاب داخل صنعاء. نعم، إذن شكراً جزيلاً لك العميد محمد جسار مستشار رئيس هيئة الأركان، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب. أشكر لكم أيضاً مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم.
لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.